أنا إجيت بصفة ريزان شيختلير كنائبة، أكيد أنا باتحاد الوطني وملتزمة بحزبي، أما ببعض الفقرات داخل قانون الجديد أنا أي هذا راح ناقشك فيه لا بعدين. لا 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 يعني حتى أقول لك نعم. إذا فعلا أنت مهتم بهذا الموضوع لازم يعني أنا بالبداية وهم أنا قلت مو ويا هذا القانون، قانون مشروع قانون المحكمة الاتحادية أنا مو ويا بالبداية، وصراحة ما أريد يعني ما أريد أحكي حزبي وياي، أنت مع التعديل، أنت مع التعديل أكيد نعم. أكيد نعم. وهذا انتصار إلنا اليوم، انتصار لصوت الحر ولديمقراطية، انتصار للمكونات أيضا. أقول ما أقول للمكونات، إلنا كلنا، أي شخص فعلا عنده اهتمام لدولة ديمقراطية لدولة مدنية. لا مو أنا أريد أميز بين حضرتك وبين الاتحاد الحزب الديمقراطي الكردستاني. لا 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 ما على هذا الأمور، يمكن داخل إحنا دخلنا بس بعض النوابنا هم ما متفقوا ويا هذه الفقرة، خاصة باستقلالية القضاء، استقلالية السلطات، إحنا دائما نحشي على هذا الأمور، شلون إحنا نبني الدولة. أكيد داخل الدستور موجودة، بس الدستور ما حدده، يقولون هذا الواو واو العطف، والعطف لازم عندهم موجود، يعني طبيعي إذا كان موجود فقهاء بصفة استشارية طبيعي، بس كعضو نوية القضاة رئيس ونائب وأربع فقهاء، ليش إحنا داخل مجلس النواب نشرع قوانيننا ضد الشريعة الإسلامية؟ كلنا مسلمين أصلاً، مكونات شنو دورهم بتشريع القوانين؟ مصدر الأساسي لتشريع القوانين الشريعة الإسلامية، والحمد لله إخواننا الشيعة وإخواننا السنة وحتى بالكرد موجودة، كلهم ملتزمين جدا، يعني ملتزمين جدا بالشريعة الإسلام. إحنا ملتزمين، بس ملتزمين جدا، يعني إحنا ما نقدر نشرع قوانين. أنا أتذكر بالدورة السابقة كانت عندنا قانون لجلب الضرائب وهذه الأمور، هم صوتوا بالآخر على منع المشروبات الكحولية داخل مجلس النواب، يعني أكو يعني حتى شلون ضريبة على شلون ضريبة على مشروبات الكحولية، هم صوتوا على منع المشروبات الكحولية. يعني